مطر من الطعام عشان كل عام. بلاط العصر. السلام عليكم اخواتي وحبايبي متابعين قناه العالمي. طبعا زي ما اتعودنا كلنا كده قبل ما نتكلم في اي حاجه عاوزين نصلي على النبي عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، وما تنسوش تعلقونا عشان الموضوع بيفرق معايا قوي. النهارده فيديو جميل، فيديو محترم، بيع وشراء كلاب في سوق الجمعه باسعار كويسه واسعار حنينه. جوازات كمان لو انت عاوز هتلاقي بجميع انواع الكلاب كتير، يعني مش شرط بيع بس، يعني انت لو عندك نتايه مثلا مش لاقي لها ادخر تتجوز ممكن تنزل السوق تلاقي لها ادخر هناك مثلا وتجوزه بسعر حنين كمان او بالجراوي حسب ما تتفقوا مع بعضيكم. فربنا خلانا نوصل لنا حاجات حلوه. انا بشكر كل اخت وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني بيقولوا ايه حلو فيها وايه الوحش، ما بزعلش ولا انا من حد يقول لي حاجه وحشه. طبعا زي ما اتعودنا لو انت اول مره تخش على القناه مش بتشترك لي، ولو عجبك الفيديو مش هتعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، بحس ان انا بقدم محتوى كويس بيفيد مثلا غواي الكلاب عشان ما يضحكش عليهم والكلام ده، وعشان في ناس كتير قوي بتتصل بيا تقول انا جبت كلب بلاك جاك او كلب مثلا سيام هو اي حاجه كده حميني، او جيت مثلا شطفه او جيت او بلاقيه بينزل صبغه وبنزل الكلام دوت. فبعمل المحتوى بتاع القناه ديت إيه عشان تبقى شايف مثلا ايه المسبوق ايه مش مسبوق الكلام دوت، فبيبان عليك بيبان مثلا من فيديو إيه اذا كان الكلب مسبوق او مش مسبوق او واخد وش او مش واخد وش. طبعا الكلام ده كله بنعرفه في السوق. فطبعا عشان ما اطولش عليكم وبشكركم تاني مره، ورب الفيديو يعجبكم واستنى التعليقات بتاعتكم ايه اللي عجبكم في الفيديو وايه اللي مش عجبكم، ونكمل الفيديو مع بعضينا ورب الفيديو يعجبكم. ده عمره قد ايه الدكر ده؟ عمره قد ايه؟ سنه وشهرين. سنه وشهرين؟ اتجوز قبل كده؟ لا خالص؟ هو متطعم بقى مع شطه طعماته وحاجته ولا متطعم من غير دفتر؟ بتتكلم في كام؟ اخره 2.5 مفيش كلام تاني صح كده؟ كام رقم التليفون؟ كام رقم التليفون؟ 012 87 87 97 97 400 المكان فين؟ عين شمس. عين شمس حبيبي علينا. دي عمرها قد ايه الجراوي دي؟ لسه 46 يوم. 46 يوم؟ 46 يوم؟ خدوا التمام بتاعتهم الخماسي او السباعي؟ خماسي بس. تتكلم في كم؟ تتكلم في 14100. 14100 1400 هم دخلوا 17100 1700 واحد هم دخلين؟ دخلين؟ مثلا لك جوه على فكره انت عايز. كم رقم التليفون؟ 011 091 491 888 62 المكان فين؟ جوه في سوق الجمعة هنا؟ حبيبي يا علي. في جوه. ده عمره قد ايه الدكر ده؟ ايوه عمره قد ايه؟ 12 شهر. ما اتجوزتش ها؟ متطعم ماشي تطعيماته وحاجته ولا؟ كل حاجه موجوده؟ تتكلم في كام؟ بتكلم 7000 فايد ولا في كلام تاني؟ لا في كلام تاني بس اتكلم في حالي ومعاك في اي حاجه. انت هنشوف دلوقتي. كام رقم التليفون؟ 011 522 47 440. المكان فين؟ البطارية. البطارية حبيبي علامي احسن ناس. بيروح حبيبي علامي. ده عمره قد ايه الدكر ده؟ سنه وثلاث شهور. سنه وثلاث شهور؟ اتجوز ولا؟ لسه ما اتجوزش. متطعم بقى معاك شنطه طعماته وكل حاجه؟ واخد طعماته والشنطه موجوده معاه. بتتكلم في كام؟ 5000. فايد ولا في كلام تاني؟ في كلام تاني حبيبي علاء. كام رقم التليفون؟
011 21 48 4 3 2 7 جودة عسلية. المكان فينا جودة؟ 1000 جنيه. حبيبي يا ناس، حبيبي أحسن ناس على الأرض. ولا حبيبي عود صلاه العصر حبيبي لو ايه دوت مالينو دخل ولا انتهى ده دخل عمره قد ايه 35 يوم ما خدش لسه طعمات صح كده بيتكلم في كام؟ 5000 فايدة ولا في كلام تاني؟ 5000 فايدة. كام رقم التليفون؟ 011 51 69 1388. المكان فين؟ ولاية تخور. حبيبي علامة أحسن ناس. لما فول الجمعة ده ملك المقلين يا جدعان، حاجة عندي ده حاجات محترمة. عمره قد ايه ده يا اسلام؟ 10 شهور. الله اكبر الله اكبر. ملك المالينو يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. حبيبي ده عامل كام ده السوم؟ 30000. الله اكبر الله اكبر. شهادته طبعا وتطعيماته، ودي الرخصه اللي في رقبة بتري صح كده؟ كام رقم التليفون يا سوم؟ 011 245 73 887. المكان فين؟ ملك المارينو في السودا يا عم انت في ايه؟ حبيبي عالمي ماشي يا سوم. ده عمره قد ايه الذكر ده؟ 11 شهر. ودي بتاعته؟ متطعمين وشهادة تطعيمات وحياتهم موجودة ولا؟ متطعمين بس يعني في تطعيمات بس مفيش شهادة صح كده؟ الذكر عامل كام؟ الذكر 2000 ونص فايدة ولا في كلام تاني؟ في كلام. نتاية؟ نتاية 1000 ونص وفي كلام. ارجع عليا. كام رقم التليفون؟ 011 57 61 72 79. المكان فين؟ المكان 23. حبيبي يا علامة ده عمره قد ايه يا صاحبي؟ داخل في العشر شهور. متطعم ما شاء الله تطعيماته وحاجته وكل حاجه. مترخص؟ لا مش مترخص. مترخص دفتر البطاقه موجود؟ ليه؟ دفتر موجود ولا ضايع؟ تتكلم في كام؟ 1000 ونص. ومش رد صافي صح؟ لا رد صافي. رد صافي؟
ألف ونص الفايدة بتاعته يعني. كم رقم التليفون؟ 031 931 4404 المكان فين؟ بلاد دخلور. بلاد دخلور حبيبي أحسن ناس حبيبي علم. ده عمره قد ايه الدجر ده؟ سنة وثمان أشهر. كان شغال جوازات؟ جوز كم مرة؟ جوازتين؟ متطعم بقى مع شطة طعماته ولا؟ بس هو خد مضيعة يعني الطعم بس معهوش شهادة. عامل كم؟ 7000 فايدة ولا في كلام تاني؟ في كلام. كم رقم التليفون؟ 011 477 393 75. المكان فين؟ شبرا الخيمة حبيبي أحسن ناس. حبيبي عالمي. دي عمرها قد ايه دي؟ سنة وثمان شهور. كده فوقت لها مرة وخلفت مرة ولا خلفت مرتين؟ خلفت مرة. متطعمة مع شركة مطر؟ متطعمة مع شركة عيش؟ كل حاجة موجودة. تتكلم في كم؟ 5000 ونص فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة. كم رقم التليفون؟ 031 347 54 99. المكان فين؟ شرعية حبيبي أحسن ناس. حبيبي عالمي. ده عمره قد ايه الدجر ده؟ سنة ونص. سنة ونص؟ متطعم مع شطة طعماته حط ولا؟ هو الدجر دوت نوع تيتا صح كده؟ اتجوز كم مرة بقى؟ اتجوز أربع مرات. تتكلم في كام؟ 12000 فايدة ولا في كلام تاني؟ آخره؟ كم رقم التليفون؟ 031 64 68 735. المكان فين؟ ولاد دخلور حبيبي أحسن ناس حبيبي عالمي.